رعى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات. ويضم مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني أحدث تقنيات وتطورات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعد في إيجاد حلول حيوية للعمليات اليومية في مجالات الدفاع والأمن السيبراني وتحليل البيانات الضخمة وحمايتها. وقال مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية رئيس مجلس إدارة سوفكس العميد الركن توفيق المرزوق أن هناك حاجة عالمية للتعاون المشترك وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الكبرى والمبنية على أهمية أمن المعلومات الأكثر حساسية. بدوره قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة إن نماذج الذكاء الاصطناعي يمكنها المساعدة في توفير الحماية الاستباقية من التهديدات وفي تطبيق ضوابط التحقق من الهوية المناسبة بناء على المراقبة المستمرة لسلوك المستخدمين. ويهدف المؤتمر الذي انطلق في نسخته الأولى قبل عامين إلى تبادل الخبرات والاستراتيجيات بين المبتكرين والخبراء والشركات الناشئة الرائدة في مجال تكنولوجيا الدفاع بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. على هامش المعرض انت اليوم تجمع كل المختصين في تحت سقف واحد، ففي مجال لتبادل الخبرات، تبادل المعرفه من خلال المتحدثين اللي راح يكونوا في الجلسات الحواريه، بالاضافه الى عرض كل ما هو جديد في عالم الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني. الاردن اليوم بتكون كمنصه للالتقاء بين الخبراء العالميين وطالبين الخدمه من الدول من دول المنطقه. اليوم احنا عم نحكي عن المدن الذكيه، عم نحكي عن تحديات الامن السيبراني، عم نحكي عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.